السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا العدد جديد من حصتكم صريح جدا، اليوم نزلنا للشارع وحبينا نشوفوا واش يقولون المواطنين الجزائريين حول القرارات الجديده اللي اتخذتها الحكومه من اجل الحد من تفشي كورونا. بدون اطاله تابعوا معنا. كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني حركة المرور شبه منعدمة. تبعوا معنا مشاهدينا، شوفوا المواطن هذا وشنو هو السبب اللي خلاه يخرج من الدار بالطوموبيل. صافا خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. نسقسيك نقول لك بكل صراحة، يعني شفناك راك بالطوموبيل دوكا، وعلاش خرجت؟ يا أخي رانا خرجوا لي الضرورة، كل واحد يدور في الولاية ديالو وجاب لي ربي هذا مكان. واش رأيك في هذه الإجراءات؟ نقول لك حاجه، حنا الشعب ديالنا قدمه زيرو قليل، حاجه معروفه قدمه شو تطلق له شويه الحبال يهيج. قرارات تاع لي ديبلاسمون انتر ولايه ايتو، ان شاء الله القرارات هادو ما يمدوا نتيجه. حنا رانا نتبعوا الاحصائيات. مولف تخرجك يعني خارج الولايه؟ نخرج. ودك؟ ما نخرج بيسك خرجت هذا لاكونسيل القانون هذا تاع ما تخرجش اور ولايه، انا حابسين. ودوكا كان ماشي ضروره، ماشي نخرج نقضي الدراري كلش، ما نخرج ما نخرج. كل واحد يريح في ولايته يا خو، باش تنقص يا خو، باش ما الناس ما تحككش بزاف مع بعضها، والمرض هذا راه غير ينتشر ويزيد، وراهم يغلقوا في المارشيات باش ينقص المرض هذا يا خو، ان شاء الله ينقص. راهي حاجه مليحه هذه، باش المرض ما ينتشرش ما يروحش لجهه اخرى، كل واحد يقعد في داره، كل واحد يقعد في الولايه تاعو، هكذا كنقصوا علينا هذا الهم هذايا. شفناك اليوم خرجت بالطوموبيل، علاش؟ المارشي مغلوق هذايا، باسكو انا نسكن جوست اكوتي تاع المارشي هذايا، كيغلقوا المارشي انا نفادرويو باش نقضي. واه بكل صراحه راك تحترم الاجراءات؟ والله شويه شويه والله، من ذاك تجي لبحت ماد ومن ذاك هذا يعيط لك تولي تحوس على البابات، ما كاش مسخه تعرف. انا نشوفك تضرب بالموت. خرجت نقضي برك ليه ليه قبل ما يبلعوا. يعني ضرورة؟ ضرورة بيان سير ضرورة، سينو يعني ماكش تدور هكاك برك. لا لا ماشي هكذاك، ليسونس غالي هكذاك برك. واش راك تشوف الإجراءات، كيفاش راك تشوف الإجراءات هذو الجديدة اللي دارتهم الحكومة؟ لا لا في المعقول، علاش؟ ما نعرفوش خير من الناس اللي تعرفها. سما دي كوميسيون أو نيفو دو غوفرنمون راهم سيانتيفيك، أون ريسبكت واك سو سوا، أون ريسبكت لي زانستركسيون تاعهم. نو كاين أون ديسيبلين كامام. كان اون ديسيبلين الحمد لله، كان اللي يمشيو يعني الناس يتحترم القرارات. تحترم تحترم، كان اللي فريمون دون لوبليغاسيون الاكستريم باش يخرج، شنو ما يخرجش. ما كانش نقصوا، ما مكرارس ونقصوا، شغل ماشي كيما كانوا، والو والو، ماشي تبدلت كاع هاديك يا خو. يعني كاين بزاف اللي يريحوا في ديورهم ما خرجوش. كاين بزاف اللي يريحوا في ديورهم، الناس ولات تخاف يا خو، صح لا تخاف بزاف يا خو. باسكو ماشي حاجة سهلة يا خو، والله ما حاجة سهلة، ربي يجيب الخير يا خو، هذا ما كان خاوتي. نحترم الإجراءات تاع الدولة، ونحترم كاع لي كوموند لي انستركسيون من عند ليطا. انا نخرج للضروره، هنا ما نخرج حتى حاجه اخرى. انا نخدم في لوساندي ونسكن في ليدو، هاي لك الطريق تاعي لوساندي ليدو. هذا ما كانوا نعاود نولي. يعني لازم تطبيق القوانين بصرامه. بصرامه، ما كانش فيها السماح، ما كانش فيها السوسيال. بكل صراحه، وعلا خرجت اليوم انت؟ انا خرجت نقضي، خرجت نقضي. يعني من بعد ناري خدام. خدام خدام الخدمه للدار، ما كانت حواس والله ما نخرج ما والو، انا راني لولادني والو. للضروره للضروره للضروره. احترام لازم نحترمه، سي نورمال سي نورمال، الانسان لازم يحترم، سي نورمال، لازم تكون تولي فوضى من بعدها. واحد داير جبه، واحد كل واحد واش هو يبيع هنا؟ يا ودي المرضى هنا الخوا. المارشي هذا والله يا ودي العشية غير تهرب، والله غير تهرب. يا ودي لهنا مخنوقه سبحان الله، ومن بعد يقول لك المرض، المرض هو هنا. هاجوا العباد هذوك، صح الناس تحير فيهم قبيله، شفت هنا هذيك النكتارين هذيك والله لا 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 لا, لا بافيطه لا والو، قال لهم مانيش عارف 10000 الكيلو نساو كاع، والله غير هماج الكورونا نساوها، ما على بالوش بها كاع. لازم نتعاونوا بيناتنا، لازم نتعاونوا بيناتنا، لازم قال لك دير الكمامه، دير الكمامه اكتولي كوميرسون، ما هو ما يدير شو المشتريه كيفاش يديروا كوميرسون، ماهوش يدير الكمامه، دخليه هو ماهوش داير، يديرها هكذا زعما، يديرها هكذايا على عيون الناس. وربي يرفع علينا البلاء والوباء هذا ان شاء الله، ويعطيكم الصحه قناه النهار.